هاد الندوة حول التكوين راه واحد الخطوة كبيرة جدا في مجال أولا تنظيم الولوج إلى هذه المهنة، واللي هو من أكبر التحديات اللي تروح اليوم، أكبر التحديات. ما نخفيكمش نعطيكم رقم آخر حتى هو مقلق، بالقانون 247 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية بوحده في المقاولة، هو الوحيد. واش هو رئيس التحرير، واش هو مدير النشر، واش هو مقابل الرياضة، واش مقابل الشؤون الاجتماعية السياسية الاقتصادية، ولكن بالقانون لما كنرجعوا للقوانين هاد الناس كلهم عندهم الحق باش يكون عندهم بطاقة الصحافة. إذا ما غاديش نطول، كنعتبر هاد الوجبة اللي غتكون أساسية ومهمة جدا، تسليط مزيد من الأضواء. راه مازال ما كنتكلموش على البيداغوجية والمحتويات ديال حتى داخل التعليم العالي، مؤسسة التعليم العالي، الإجازة المهنية اللي كتقرا في بنو الطفيل، واش هي ديال بني ملال، واش هي ديال فاس، واش هي ديال مكناس، وبالتالي العديد من الإشكاليات كتطرح اللي خص هاد الورش يتفتح بالله. سمحوا لي نرحب بالأساتذة المشاركين معايا، وأنا سعيد جدا أنني نكون جانب هذا الإكليل من الأطور ومن الكفاءات اللي غادي يغنيو هاد الندوة وهاد اللقاء. اسمحوا لي في الأول نعطي الكلمة للأستاذ محمد الطاهري، مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يعطينا واحد العرض اللي غادي واحد الجزء مهم من هاد 127 اللي قلت راهم فيهم التعليم العالي. التعليم العالي حتى نعرفوا شنو الفرق بين مرخص له والمعتمد وعديد من الاشكاليات اللي كتطرح على هادشي. واش نفس الشروط عند الجميع؟ واش نفس البيداغوجيه كتقرا كتعتمد من طرف الجميع؟ واش نفس المحتوى من طرف الجميع؟